بتتخلص. فرصة لإرسال كرة من عمق ملعب بكرة عرضية. تسديدة يا رب، كرة في المرمى عن طريق أليكس مورغان في هذه اللحظات. كان هدفا جميلا بعد بناء الهجمة بشكل ممتاز. انتهت الكرة في المرمى. هذه الإعادة، شوف المجهود الرائع، شوف العرضية الخرافية من الجانب الأيمن، لكن شوف النهاية، يا سلام على هذه الكرة، اللقطة من جديد، يا سلام.